محمد رسول الله. الرسول في القرآن. من رحمة الله بعباده أنه جعل ما تعتقده القلوب أساساً في الإيمان، ورخص لهم أن يتلفظوا بالكفر عند الإكراه والخوف من القتل حماية لحياتهم. اشتد تعذيب المشركين في مكة للمؤمنين ليردوهم عن الإيمان بالإسلام ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. كان أبو جهل من أشد المشركين تعذيباً لفقراء المؤمنين، إذ ألقى القبض يوماً على ياسر وزوجه سمية وابنهما عمار، وعذبهما بأنكى أنواع العذاب، ثم قال لهما: اشتما محمد وانطقا كفراً فأخلي سبيلكما، وإن لم تفعلا فعاقبتكما ميتة وخيمة. قال ياسر: والله لأن آذيتنا أشد الأذى وقطعت أجسادنا حتى نكفر بالله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلن تلقانا إلا مؤمنين صابرين. غضب أبو جهل منهما غضبا شديدا، فقطع رأس ياسر وطعن زوجه سمية بحربة فأرداهما صريعين أمام ابنهما عمار. لما رأى عمار وحشية أبي جهل في قتل والديه خاف على نفسه وقال: أنا لا أؤمن بالإسلام ولا بنبوة محمد. حينها خلى أبو جهل سبيله. رجع عمار إلى رسول الله خائفاً من نطقه بالكفر، وقص عليه ما حدث وسأله: يا رسول الله، أعتبر كافراً لأني نطقت كفراً ولم أثبت على إيماني كوالدي؟ سأله رسول الله فيما إذا كان قلبه منشرحاً حين نطق بالكفر أم لا. لا يا رسول الله، لا، كاد قلبي يصير أسوداً لشدة ما شعرت بالضيق. فأنزل الله هذه الآية وبين لعمار أنه ما زال مؤمناً لأنه نطق بكلمة الكفر بلسانه دون اعتقادها بقلبه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. محمد رسول الله. الحديث النبوي. حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نشر المحبة بين المؤمنين، واعتبر ذلك دلالة على كمال إيمانهم. من الإيمان
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا وردت رواية هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، وهو أول وأقوى الصحاح الستة. وقد وردت رواية الحديث ذاته في صحيح مسلم على النحو التالي: أما في سنن الترمذي وجاءت في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وختاماً جاءت في رواية ابن ماجة محمد رسول الله. عطر الروح ألهمت صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة الأدباء والشعراء، فنظموا قصائد المديح النبوي تقربا منه وطلبا لشفاعته. محمد المصطفى الهادي النبي أجل المرسلين ابن عبد الله ذي الكرم خير النبيين والبرهان متضح في الحشر عقلا ونقلا واضح اللقم كم بين من أقسم الله العلي به وبين من جاء باسم الله في القسم له السلام من الله السلام وفي دار السلام تراه شافع الأمم. كم بين من أقسم الله العلي به وبين من جاء باسم الله في القسم له السلام من الله السلام وفي دار السلام تراه شافع الأمم.